نشرة الأخبار من قناة جلدة زاد، أهلا بكم. بداية، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين بقصرية الشعب على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الشعبي الوطني. الرئيس تبون وبذاته المناسبة قلد رئيس أركان الجيش الوطني السعيد شنقريحة رتبة فريق أول، بالإضافة إلى تقليد رتبة لواء إلى مجموعة من العمداء، ورتبة عميد إلى مجموعة من العقداء، ورتبة عقيد إلى مجموعة من المقدمين، فضلا عن إسداء أوسمة إلى عدد من الإطارات العسكريين والمستخدمين المدنيين بمقتضى مراسيم رئاسة مؤرخة في 30 يونيو 2022. وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى قصرية الشعب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول السعيد شنقريحة وقائد الحرس الجمهوري الفريق الأول علي بن علي. وبعد أن استمع إلى النشيد الوطني، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له تحية شرفية، كما صافح كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي. حل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاثنين بالجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقلال. وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار هواري بومدين الدولي عدد من أعضاء الطاقم الحكومي يتقدمهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. ووصل أيضا رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى مطار هواري بومدين للمشاركة في ذات الاحتفالية التي تعرفها الجزائر غدا تزامنا وعيد الاستقلال. بدورها، رئيسة جمهورية إثيوبيا سهلي وورك زودي حلت مساء اليوم بالجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى 60 لعيد الاستقلال. واستقبلت رئيسة إثيوبيا بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزيرة البيئة سامية مولفي. وفي نفس الموضوع، ضبطت ولاية الجزائر برنامجا خاصا بنقل الجماهير الراغبة في حضور الاستعراض العسكري من خلال توفير حافلات وقطارات بشكل مجاني من أجل أن يعيش الحضور أجواء مناسبة الذكرى والستين لاسترجاع السيادة الوطنية. وجاء في بيان للولاية أنها اتخذت جملة من التدابير لضمان راحة وأمن المواطنين أثناء الاستعراض، تتمثل في توفير وسائل النقل الجماعية المختلفة ونقل المواطنين الراغبين في متابعة الاستعراض في نقاط محددة بكل بلديات العاصمة ذهابا وإيابا بداية من الساعة 6 صباحا. تجنيد فعاليات المجتمع المدني لتأطير المواطنين والسهر على راحتهم أثناء الاستعراض. وقد نشرت الولاية جدولا يوضح النقاط التي تنطلق منها حافلات نقل المتابعين ومواعيد انطلاق القطار كذلك. في قطاع النقل، وتحسبا لعيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة النقل عن البرنامج الاستثنائي للتكفل بالمسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أشارت الوزارة إلى اتخاذ عدة ترتيبات وتدابير تحسبا لهذه الشعيرة. الوزارة في بيان لها أكدت أنه سيتم تسهيل استقبال المسافرين على مستوى المحطات البرية مع مراعاة معايير السلامة وتدعيم وسائل النقل للاستجابة للطلب المتزايد خلال هذه الفترة، وهذا حسب وجهات الخطوط لكل ولاية مع ضمان المداومة، في حين خصصت عمليات مراقبة استثنائية خلال هذه الأيام لمتابعة مدى تنفيذ هذا المخطط مع ضمان نوعية في أداء الخدمة. كما تم وضع خلايا مراقبة وتفتيش على مستوى مديريات النقل للولايات لتسهر على تطبيق الإجراءات والتدابير، وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية وشركة استغلال المحطات البرية للجزائر سوغرال خلال الفترة المعنية. سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 21 شخصا غرقا، 10 منهم في الشواطئ الممنوعة، وإنقاذ 6615 آخرين على مستوى عدة شواطئ منذ منتصف جوان الماضي. وحسب حصيلة المصالح الحماية المدنية، تم في الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 3 جويلية تسجيل 21 غريقا، منهم 10 غرقا على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة، و11 غريقا في الشواطئ المسموحة للسباحة، منهم 8 خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية.
وعلى مستوى 427 شاطئ مسموح للسباحة تم تسجيل 9843 تدخل سمح بإنقاذ 6615 شخص من موت محقق، وكذا إسعاف 2755 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة الشواطئ، حيث تم تكفل بالضحايا إلى جانب نقل 461 جريح إلى المصالح الاستشفائية. وقدر عدد الضحايا من مستعملي المركبات المائية ب50 شخصا على مستوى ولايتي بجاية وعين تيموشنت. وفيما يتعلق بالسباحة في المجمعات والبرك المائية، أكد ذات المصدر أن هذه الظاهرة لا تزال تخلف خسائر بشرية على المستوى الوطني، بحيث تم تسجيل 55 حالة وفاة منذ 1 ماي 2022، غالبيتهم أطفال، وذلك رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت خلال كل فترة موسم الصيف. في الختام، ومع احتفالات الذكرى الستينية لاستقلال الجزائر، تزينت شرفات المنازل بالرايات الوطنية التي عادت معها نسمات الحرية والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن، مبادرة ببساطتها إلى أنها تحمل في طياتها حب الجزائر وافتخار أبنائها بكل ما يربطهم بها. أجواء غير عادية تلك التي تشهدها الشوارع الجزائرية عشية الاحتفال بستينية الاستقلال، بمبادرة حملت شعار مجيد وعهد جديد، لبست جميع أحياء الوطن حلة جديدة بألوان الراية الوطنية، مزينة شرفات المنازل، ووصلت إلى السيارات وحتى حافلة النقل. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كانت لهم طريقتهم في التحضير للذكرى الستين للاستقلال من خلال تداول صور العلم الجزائري وصور قديمة للشهداء تعبيرا عن اعتزازهم بتضحياتهم، بينما اختار آخرون قصائد من الشعر الثوري ومقولات وقصص تاريخية تحكي بطولات بعض الشخصيات التي تركت بصمتها قبل الثورة أو بعدها. في انتظار العرض العسكري الضخم الذي يقدمه الجيش الوطني الشعبي بمشاركة مختلف القوات والتشكيلات العسكرية برا وبحرا وجوا، عرض سيذهل الصديق ويرحب العدو ويزيد الجزائريين فخرا واعتزازا. عاشت الجزائر حرة مستقلة، وتحيا الجزائر. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، مشاهدينا في أمان الله.